السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في الأول أحب أشكر الدكتور سيد عبد الفتاح والأورجنايزنج كوميتي على دعوتي. طبعا بشكر المنصة وسعيد بوجودي معكم، وأنا مش هنطول. طبعا هو 15 minutes to highlight a very important topics. يمكن الانترودكشن بتاع الدكتور إيهاب كانت مهمة قوي على highlight the importance بتاع التايب 1 اللي هو ممكن يجي in elite age اللي هي latent autoimmune diabetes. حقيقي المانجمنت اوف تايب 1 diabetes، اول ما بنسمع تايب 1 diabetes الواحد ذهنه بيروح على طول للتشايلد ايج جروب والبيدياتريك اندوكرينولوجي، لكن الموضوع يمكن يكون اكتر من كده شويه، ويمكن لما هنحس بالموضوع ده مع ذيس كيس اللي هو 24 سنه فوتبول بلاير ديفلوب يوريا بوليديبسيا and weight loss. طبعا واحد healthy athletic persons developed this kind of symptoms. البلد شوجر بتاعه كان 300، أكتر من 300. التيم دكتور بتاعه decided that he had type 2 diabetes and started him on low carb, low calorie diet without insulin or oral treatments. العيان continued to lose weight وفقد أكثر من 10 كيلو زي ما احنا شايفين. بعد كده العيان بدأوا الدكتور بتاعه على سلفونيلوريا كنترول البلد شوجر بتاعه ل 100 ل 150، but this did not decelerate the weight loss. لو احنا بصينا للعيان ده، ايه رأيكم في البريفيس مانجمنت والبروجريشن اوف ذا كيس؟ This is a good approach and this is an example of the confusion maybe يعني a situation in such handling of athletic young age person. طب ايه يا ترى ال future management ممكن نكون بنفكر فيه؟ يمكن كان في consensus report من ال ADASD على يدوبك اخر 2021، ودي كانت aim to highlight the major areas اللي هي ال health care should consider when managing adult type 1 diabetes. طبعا الريكومنديشنز دي كانت تعتبر كونسنسس بالنسبه للاكسبرتس. زي ما احنا قلنا وزي ما احنا عارفين type 1 ده عباره عن immune mediated وبيتا سيل destruction بتنتهي بسيفير انسولين deficiency. تقريبا احنا زي ما احنا عارفين من البريفلنس هي من 5 ل 10% بيبقوا تايب 1 من التوتال دايبيتيك بوبوليشن، وانما 90 95 بيبقى تايب 2. عشان كده احنا كل السيشنز وكل المؤتمرات مركزه على تايب 2 دايبيتس. الانستنس بتاعنا والبيك بتاع التايب 1 دايبيتس بتبقى في البيوبرتي وير ايرلي ادلتود، وان كان ممكن يحصل في اول ايج جروب. يمكن كان اكزامبل اللي هي البرزنتيشن بتاع الدكتور ايهاب على اللادا. بالنسبة للبيبل ويز تايب 1 بيعيش فترة طويلة وبالتالي معظم عمره بيبقى في الادلت ايج. So the overall prevalence of type 1 diabetes is higher in adults than in children. وبالتالي الادلت اندوكرينولوجيست هيشوفوا كتير قوي من patient with type 1 diabetes in this age group. الانستنس بتاعنا فيها great variability، وان كان هي في الميل اكتر من الفيميل، والفاريابيليتي بتعتمد على الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. في فرق حوالي 30 فولد، يعني في الصين واحد لكل 100,000، في نورث يوروب وفي اريتريا بيوصلوا لاكثر من 30 لل 100,000. الماجوريتي اوف ذا داتا على البريفلنس بتبقى جايه من الكلينيكال، وبالتالي مي بي اندر استيميتنج ذا توتال بوبوليشن. دي يمكن الخريطه بتاع تايب 1 وديت الليسته اللي هم بتاع التوب 10. زي ما احنا شايفين اريتريا من الدول اللي عندها نسبة كبيرة من التايب 1، من الدول العربية ليبيا، من عندنا من الدول العربية اللي بيبقى تايب 1 بيبقى فيها عالي شوية. طبعا واحنا عارفين الاسكندنافيان اريا بيبقى هاي. الدايجنوز بتاع تايب 1 يمكن الدكتور ايهاب اشار اليه بصورة او باخرى، لكن the prompt recognition of type 1 important to facilitate the initiation of treatment and the long-term prognosis. Beyond the insulin, there are other important areas. عشان كده الكلينيكال
diagnosis والclassification is very important لان هتنعكس بعد كده ايه بتنعكس على الايديوكيشن نوع الانسولين ريجيمين حتى لو انا هستخدمه هو ايه النوع الانسولين يوز ذا ادجوفنت ثيرابي النيو تكنولوجيز سبيشالي فور تايب 1 از فيري امبورتنت زي ما هنشوف ليتر ذا نيد فور سايكولوجيكال سبورت تو ادريس مش بس على مستوى البيشنت ايفن على مستوى الفاميلي كل الحاجات ذيس از فيري امبورتنت طبعا بالاضافه الى اذر امبورتنت سكريننج لاذر كوموربيديتي اللي هي الاذر اوتو اميون از فيري امبورتنت. بصفه عامه عندنا بروفاوند انسولين ديفيشنسي وان كان بعض الناس كان مينتين سام انسولين ريزيرف ممكن تقعد معاهم سنين افتر ذا دايجنوزز وبالتالي الدايجنوستيك انسرتينيتي از ستيل ذير فور سام patients with type 1 in the adult. The most important, خاصةً إحنا شفنا في الأول two sessions, إحنا بنتكلم على الأوبيزيتي في children وبالتالي increasing type 2 diabetes in children and young adults وبالتالي ده بقى فيه صعوبة في differential diagnosis دلوقتي. طبعاً the most discriminative بالنسبة للtype 1 هي young age. عندنا في كلاسيك بيكتشر احنا عارفين او بالنسبه للكلينيكال يعني زي تايب 1 زي ما بنقول مثلا الكيتوزز الكيتو اسيدوزز الاوزموتيك سيمتومز الفاميلي هيستوري الاوتو اميون وان كان ستيل ذيس كلاسيك كلينيكال بيكتشرز مهمه لكن ستيل ويك ديسكريمينيتورز. الرابيد بروجريشن ضمن الحاجات اللي بتبقى مهمه قوي ده طبعا في شورت تايم ممكن في اقل من 3 سنين. What I want to stress is that no single clinical feature confirms type 1 diabetes in isolation. وبالتالي أنا عايز أكتر من حاجة مع بعض عشان to diagnose type 1 in adult. Another important area for differential diagnosis is the monogenic diabetes لأن دي بتيجي في young age وإحنا عارفين نتيجة إنها طبعاً الصور dominant والمونوجينيك بتمثل حوالي 4% في الدياجنوزز before the age of 30. الدياجنوزز مهم لأنه simple بيتعالج بأورال تريتمنت وسيمبل والكومبليكيشنز بتاعتنا بالنسبة لنا بتبقى بسيطة لكن في نفس الوقت بتبقى مهمة كمان علشان السكريننج أوف فاميلي ممبرز وعشان البروجنوزز والكو موربيديتيز. التشالنجينج بتاع الدياجنوزز زي ما احنا شايفين absence of classic symptoms في presentation of type 1 diabetes in adults high background rates of type 2 diabetes in adults طبعا الconcurrent biomarkers احنا بنتكلم على autoimmune markers بنتكلم لكنها مش متاحة لكل الناس انها تعملها بصفة عامة وان كانت مهم. طب ايه الحاجات اللي هتساعدني في الدياجنوزز بالنسبه للادلت سسبكت تايب 1 دايابيتس؟ يمكن انا هطرح سؤال واتس ذا برايمري انفستيجيشنز اوف ان ادلت وذ سسبكت تايب 1 دايابيتس؟ قالت اوتو انتيبوديز سي بيبتايد ميجرمنتس جينيتيك تيستينج. طبعا زي ما احنا عارفين هو الايلت انتيبوديز ذا موست امبورتنت برايمري انفستيجيشن فور تايب 1 دايابيتس ان ادلتس once you suspect. طبعا زي ما الدكتور ايهاب قال وستريس الانتيجات جلوتاميك اسيد ديكربوكسيليز دي اهم واحد وببدا بيه واذا كان نيجاتيف ممكن ابقى محتاج اعمل الاذر انتي بوديز زي الايلت تايروزين فوسفاتيز الاي اي 2 او الترانسبورتر 8 ممكن اعمل الحاجات دي. لكن to be clear the presence of one or more positive islet auto antibodies your patient is type 1 diabetes. Full stop. Even if the patient did not require insulin. Next important investigations can help اللي هو السي بيبتايد واحنا بنتكلم على السي بيبتايد ليه مش على الانسولين؟ لان معظم العيانين بيجوا لنا في العيادات بيكونوا initiated الانسولين. Be careful don't measure insulin for patient using insulin. عايز تشوف البنكرياتيك فانكشن يبقى السي بيبتايد. السي بيبتايد طبعا بتتعمل باكتر من طريقه بيفضلوا في بيز على الكونسنسس انها تبقى راندوم. سيمبلي كده لو السي بيبتايد بتاعتي اكتر من 600 بيك مول يعني اكتر من 1.8 وده طبعا النون فاستنج ده سترونجلي سجست تايب 2 دايابيتس. لو اقل من 200 اللي هو 0.6 نانو جرام بير ام ال ده بيعتبر سجستيف اوف تايب 1 دايابيتس. من 200 ل 600 هنا بيبقى محتاجين ان احنا
تو ديفرنشيت ويحط البوسيبيليتي بتاع المودي دايبيس او المونوجينيك اللي هو بيجي دورها بقى في الجينيتك تيستينج وانس يو سسبكت. ولما بيبقى سسبكت المونوجينيك دايبيتس احنا بنبقى علشان الايج اقل من 30 الاي 1 سي تلاقي العيان جاي بدايبيتك سيمتومز او 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 مع التشيك اب لكن الاي 1 سي بتاعه مش ضارب. احنا عاده تايب 1 دايبيتس بنشوفه جاي بارقام اي 1 سي كبيره قوي. طبعا لو في حد من البيرنتس وعندنا سبيسيفيك فيتشرز للمونوجينيك دايبيتس زي الرينال سيست البارشال لايبودستري الانهيريتد ديفنس او المور سيفير انسولين ريزيستنس ان ذا ابسنس اوف اوبيزيتي زي ديستري. المونوجينيك عندنا في كالكوليتر ممكن نخش على على الويب ونحط الداتا وممكن ده يديني السسبكتد ريسك بالنسبة للبوسيبيليتي بتاع المونوجينيك دايبيتس. This is a simple follow chart لعيان suspected type 1 diabetes. يبقى لو أنا هعمل أي حاجة number one is the autoantibodies. لو طلعت autoantibodies العيان بتاعي type 1 diabetes whatever خد انسولين ولا ما خدش انسولين. العيان الايلت انتيبوديز بتاعته نيجاتيف هشوف الايدج جروب بتاعته. لو الايدج جروب اقل من 35 يبقى في الحاله دي عنده فيتشرز اوف مونوجينيك دايبيتس ولا لا. لو عنده فيتشرز بشوف السي بي بتايد بتاعي. لو السي بي بتايد بتاعي اكتر من 200 يبقى انا هنا هخش على جينيتيك مونوجينيك دايبيتس. لو اقل يبقى انا هفكر على طول في تايب 1. وزي ما قلنا والدكتور ايهاب قال احنا في بعض عندنا 10% ممكن يكون عندي الانتي بودي نيجاتيف. لو انا العيان بقى عندي نيجاتيف وهبص على الايدج اكتر من 35 وان كلير بالنسبه للكلاسيفيكيشنز بكونسيدر السي بي بتايد. والسي بي بتايد قلنا لو اكتر من 600 بعتبر ان ده غالبا تايب 2 دايبيتس. من 200 ل 600 ممكن اعمل كلينيكال دايجنوزيس تو ستارت بيز على البيكتشر بتاع العيان. اتس امبورتنت تو ميك كلينيكال ديسيجن. في الاخر ده قرار الدكتور المعالج. Once to suspect the patient, regardless any features of type 2 diabetes or the absence of antibody, مسؤوليتك to make the clinical or provisional diagnosis. Once a suspicion, ابدأ العيان على insulin. This is the most important for him. However, some individuals may need another treatment بالنسبة لـ type 2 diabetes. احنا طبعا في schematic management, انا مش هخش في details, لكن type 1 محتاج self-management education and support. Starting glucose monitoring, insulin therapy, prepare for hyperglycemia or hypoglycemia. This is the domain we have to follow for the treatment. المانجمنت بتاعنا مهم قوي الدايبيتس سيلف مانجمنت سواء في الدايجنوزس بعمل الحاجات دي when complicating complications happen annually او لو في transition. ودي الامبورتنت بوينتس اللي احنا هتبقى الكونتنتس بتاع دايبيتس سيلف education and management. مونيتورنج مهم قوي. احنا عارفين المونيتورنج الاي 1 سي والكابيلاري والكونتينوس جلوكوز مونيتورنج والكيتونز, لكن اهم حاجه دلوقتي السي جي ام. واحنا عندنا طبعا السي جي ام اللي موجود في مصر الفري ستايل ليبر اللي هو ريال اللي هو الانترميتنت سكان سي جي ام, وعندنا الريال تايم. لازم نبقى فاميليار مع الانديكيتورز بتاعتها. انا مش هخش في تفاصيل لكن تايم ان رينج واباف رينج وبيلو رينج والامبيولاتوري جلوكوز ريبورت دي حاجات اكزامبلز زي ما هنقول. طبعا معلش فور ذا شورت اوف تايم ايم رانينج ان ا هاري. الانسولين از ذا موست امبورتنت ان تايب 1. طبعا احنا عندنا ديفرنت باترنز اوف انسولين بس اهم حاجه للعينين التايب 1 مالتيبل دوز او الانسولين بامب. الانسولين انالوج از كونسيدر ذا انسولين اوف تشويس عشان السيفتي ايشو والهايبوجلايسيميا. عندي different regimens. انا برضو الريجيمز دي بتختلف حسب الفلكسبيليتي والكوست فور بيشنتس. طبعا انا بختار حسب بعض الامبورتنت بوينتس. انا يمكن بس هختم باذر امبورتنت اعتقد توبكس بتشغلنا كتير قوي في الدسكشن وبنحشرها كتير قوي في prescriptions. وبدل العيال ما ياخد the most important beneficial treatment تلاقي العيان خارج بروشتة وشه. وده يعني just two notes كده على adjuvant therapy. طبعا insulin essential for type 1. adjuvant
aim to augment insulin therapy by addressing some critical unmet needs, زي الweight, undesired weight, worsening insulin resistance, address other pathological physiological abnormality, زي alpha cell dysfunction. وأحيانا it's not possible to make general recommendations regarding this. The important adjuvants عندنا الميتفورمين, البرامينتين, جيل بوان ريسبتر اجونست, وجيل بوان اس جي ال تي 2 انهبيتورز. الميتفورمين اتعمل عليه, لكن ذا لارجست ستادي على الميتفورمين كانت تقريبا تايب 1, قعدوا جست 1 مينت مور فور تو سلايدز. عملوا اللارجست ترايل بالنسبه للميتفورمين اللي هي كانت حوالي 428, قعدت 3 سنين, وفي الاخر كانوا بيشوفوا الايفكت على الكاروتيد انتمال ميديا ثيكنس از ماركر اوف كارديوفاسكولار. وصلت ايه في الاخر؟ نو ديفرنس في البرايمري اند بوينت, مينيمال اور نون سستيند ريدكشن في الاي 1 سي, مينيمال ايفكت على الويت اند نو تشينج في التوتال انسولين دوزج. جي ال 1 ريسبتور اجنس كان في داتا كتير, كان عندنا تو امبورتنت ايمز على تايب 1 دايابيتس. اول حاجه عشان الاميليوريشن البيتا سيل ديتيريوريشن, في رانينج ستادي وحطوه مع حاجه زي الانترلوكين 21, وفي السكند انديكيشن كان عشان البلانتنج جلوكاجون وعشان الجاستريك ايمتنج وساتايتي والويت. حقيقي الداتا دي كانت اكتر على الليراجلوتايد, لكن برضو اللارجست ترايل لقيت انه في مينيمال ريدكشن بالنسبه للويت والاي 1 سي في والسب جروب, لقوا ان الحاجات دي ممكن تكون على التايب 1 دايابيتس. اخر حاجه, ذيس از ذا لاست سلايد, كانت على الاس جي ال تي 2 انهبيتور, ودي طبعا عشان تايب 1 اتس نو مور بروموتد. The indications already اللي هي كانت approved للدابجليفلوزين already finished by withdrawal of the AstraZeneca of this indication. يعني هي نفس الشركة سحبت الindication ده, وبالتالي no recommendations for SGLT2 inhibitor for treatment of glycemia of type 1 diabetes. لكن يظل فيه two important areas that may be different. العيان اللي عنده diabetic nephropathy type 1, this can be an indication. واحنا عندنا طبعا دابا سي كي دي والامبا كيدني والهارت فيلير, لان احنا عندنا داتا على الدايبيتيك والنون دايبيتيك. Thank you very much for your listening.